مرحبا، صباح الخير لكم جميعا. بحسب ما نشرت وسائل الإعلام الألمانية الرسمية، تم إطلاق منصة رقمية للتبرع بالأعضاء. صار في عنا بألمانيا سجل مركزي للتبرع بالأعضاء، وطبعا صار في موقع يعني إلكتروني مرافق لهذا السجل المركزي. راح أحط لكم هون عنوان الموقع organspender-register.de. فبالتالي كل شخص بيقدر ياخذ قرار أثناء حياته سواء بالتبرع أو عدم التبرع، يعني ما في شيء إجباري، ولكن صار فينا ندخل على هذا الموقع يعني ونعطي قرار أثناء حياتنا. طيب هن ليش عملوا هذا السجل المركزي؟ يعني شو الهدف منه؟ شو الغاية منه؟ في عدة أهداف للسجل المركزي. أهم هاي الأهداف هي بأنه الشخص يتشجع أثناء حياته لحتى ياخذ قرار بالتبرع. الهدف هو زيادة عدد المانحين، زيادة عدد المتبرعين بالأعضاء. وفي هدف تاني كمان بأنه يعني يتخلصوا تدريجيا من موضوع بطاقة التبرع. طبعا نحن سابقا كنا بنعتمد على بطاقة التبرع هون بألمانيا. كل شخص يعني في جزدانه، في محفظته، بيكون في عنده بطاقة للتبرع بيعطي فيها قراره إذا بده يتبرع ولا لا. في حال لا سمح الله مثلا تعرض لحادث مروري أو موت مفاجئ، فبالتالي بيكون يعني فورا هو عاطي قراره بهي البطاقة. ولكن هاي البطاقة يعني بطاقة التبرع كمان هي موضوع معقد شوي. كتير من الناس بتموت يعني فما بيلاقوا معهم بطاقة التبرع، فبالتالي ما بيعرفوا بأنه هدول الأشخاص بدهم يتبرعوا ولا ما بدهم يتبرعوا بأعضائهم، فبيروحوا لعند الأقارب والأهل، فبالتالي هذا موضوع معقد كتير. فمشان يسهل الأمر صار في عنا سجل مركزي، كل شخص أثناء حياته بيدخل وبيعطي قراره سواء بالتبرع أو رفض التبرع. طبعا نحن في عنا بألمانيا 8500 شخص بحاجة لعضو واحد أو أكثر. بالسنة الماضية تبرعوا فقط 965 شخص بأعضائهم، وهذا رقم منخفض جدا. فلهيك يعني الدولة عم تطمح لأنه ترفع هذا العدد، لأنه التبرع بالأعضاء رح يحسن حياة الكثيرين من الناس ورح ينقذ كمان حياة الكثيرين من الناس في ألمانيا. طبعا إذا منقارن أنفسنا مع دول تانية، فهن من زمان في عندهم سجلات مركزية مثل الدنمارك وهولندا وبريطانيا. وحتى في هولندا في يعني قانون بيلزم الأشخاص بأنه ياخذوا قرار أثناء حياتهم في سجل التبرع المركزي، يعني لازم الشخص يزور هذا الموقع عندهم ويعطي قرار. نحن عنا هون الموضوع طوعي، يعني مالك مضطر بالضرورة بأنك تعطي رأيك، ولكن مشان تحسم الموضوع أثناء حياتك فيك تدخل وتعطي رأيك من الآن، مشان ما حدا يحتار يعني بعد ما تتوفى بأنه كان بدك تتبرع بأعضائك ولا ما بدك، فيك تاخذ قرار أثناء حياتك. ننتقل لخبر آخر. قرر وزراء التعليم في المقاطعات في مؤتمر وزراء التعليم تسهيل الوصول لمهنة التدريس. الفكرة ان هون بألمانيا نحن بالعادة الشخص يلي بده يعني يدرس لحتى يصير مدرس او معلم، فبيكون مطلوب منه بانه يدرس على الاقل مادتين، يعني لازم يختص بمادتين، ما بيكفي مادة واحدة. ولكن بسبب نقص المعلمين بألمانيا فرح يسمحوا في المستقبل بانه الشخص يتعلم مادة واحدة بس، يعني يختص بمادة واحدة فقط، ما في داعي بأنه يختص بمادتين. فهذا هو التسهيل القادم في مهنة التدريس. فحتى كمان الأشخاص يلي بيجوا من برا، يعني المدرسين يلي بيجوا من برا بالعادة بيلزمون هون كمان بأنه يدرسوا مادة تانية، يختصوا بمادة تانية، فهذا الكلام كمان رح يلتغى. فبالتالي بالمستقبل يعني يكفي دراسة مادة واحدة فقط، الاختصاص بمادة واحدة، وبعدين الواحد بيصير مدرس يعني بهي المادة. فهذا هو التسهيل القادم، وخاصة انه في عنا بألمانيا نقص شديد بالمعلمين وخاصة في المدارس الابتدائية، وكمان عم يتوقعوا يعني في القريب العاجل بانه يصير في عنا كمان نقص في المعلمين في المدارس الثانوية. ننتقل لخبر اخر تحدثت عنه وسائل الاعلام الالمانية الرسمية. حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي CDU يلي هو الحزب المعارض، معترض بشدة على موضوع المساعدات الاجتماعية وتحديدا نظام بيرجاجيلد يعني للجوب سنتر. فحزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي معترض حتى على التسمية، فهو عم بيقول بانه تسمية بيرجاجيلد يعني هي تسمية بتشجع على الكسل، بتعطي انطباع بانه الواحد عم ياخد اموال بدون مقابل. فشو هي يعني دخل المواطن او اموال المواطنين، وكأنه هي منحة بلا مقابل، وكأنه هو مال بدون مقابل. فالفكرة بأنه منح الأموال هو مشروط يعني بالبحث عن عمل، فبالتالي معترض على كثير من الشغلات الثانية كمان تتعلق بموضوع فحص الأصول. لما شخص بيسجل بالجوب سنتر فما بيقربوا على الأصول تبعيته في البداية، فهذا شيء كمان معترض عليه الحزب المعارض، وعم بيطالب بأنه لازم يتم فحص الأصول من البداية. فعم بيطالب بكتير تغييرات، بإحداث تغييرات جذرية. ولكن طلع رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD
لاس كلينغبايل حكى بشكل واضح بأنه حزبه ما رح يعمل أي تغييرات في نظام المعونات الاجتماعية. طبعا الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPD هو أقوى الأحزاب الحاكمة، فبالتالي هو يلي له الكلمة العليا بالفترة الحالية، فبالتالي حكى بشكل واضح بأنه ما رح يغير شيء إطلاقا في نظام معونات الجوب سنتر، وهي المطالب يعني تبعية الـ CDU مرفوضة بشكل كامل. ننتقل لخبر آخر، زادت بالفترة الأخيرة المطالبات بحظر قنوات AFD على منصة تيك توك. طبعا حزب البديل عم ينشر على منصة تيك توك البروباغندا تبعيته، عم يستخدم هاي المنصة لحتى ينشر الأفكار اليمينية المتطرفة تبعيته، وهذا الشيء عم بيأثر بالشباب بشكل كبير، بالأشخاص يعني الصغار بالعمر. وفعلا هو نجح بهذا الشيء في انتخابات هيسن وانتخابات مقاطعة بايرن، فبالتالي حزب البديل عم يستخدم هاي المنصة لحتى ينشر أفكاره اليمينية العنصرية بين الشباب. والفكرة أنه عدد مشاهدات الفيديوهات يلي عم بيحققها على تيك توك تفوق عدد مشاهدات فيديوهات الأحزاب الثانية بعدة أضعاف، فبالتالي حزب البديل دعايته قوية جدا على منصة تيك توك، وحزب البديل دعايته موجهة بشكل خاص للشباب، يعني للأشخاص يلي مان كتير كبار بالعمر. وهذا الشيء طبعا ملاحظ كمان من خلال الانتخابات، معظم ناخبي هذا الحزب هن من الفئات الصغيرة وليسوا من كبار السن، يعني نحن كنا بنعتقد انه الاشخاص اللي هن كبار بالسن بيكونوا نوعا ما شوي ضد المهاجرين، ضد اللاجئين، ما بدهم يعملوا تغييرات كبيرة في المجتمع، ولكن بالحقيقة بانه الاشخاص العنصريين كتيرين منهم هن شباب صغار يعني ما كبار بالعمر، فبالتالي حزب البديل عم يلعب على هذا الوتر وعم يستغل يعني فئة الشباب لحتى ينشر الأفكار العرقية المتطرفة اليمينية تبعيته. فلهيك عم بتزيد المطالبات بالفترة الأخيرة بضرورة حظر حزب البديل قناة حزب البديل على منصة تيك توك. مننتقل لخبر آخر، بعد تصريح وزيرة التعليم العالي الاتحادية بتينا شتاك فاتسينغا بخصوص تدريب طلاب المدارس على الحرب تجهيزهم للحرب، فهذا شيء أثار عدة يعني تساؤلات وأثار كمان المخاوف لدى العديد من الناس بألمانيا. فطلعت كمان نقابة المعلمين وقالت بأنه نحن ما لازم نخوف تلاميذ المدارس، فبالتالي ما لازم نأشرك ضباط وجنود من الجيش الألماني بهي التدريبات. طبعا الخطة كانت بأنه يجوا يعني ضباط من الجيش الألماني أو حتى جنود ويشرحوا لتلاميذ المدارس بعض دروس الحماية المدنية، وحتى كمان يشرحوا لهم شو عم يعملوا هنن مشان حماية ألمانيا، ولكن نقابة المعلمين عم تعتبر بأنه هي الحركة بتخوف الطلاب، فبالتالي من الممكن تنفيذ هذا الشيء في المدرسة عن طريق المعلمين، يعني يقوموا المدرسين هنن بإعطاء دروس بهذا الخصوص فيما يتعلق بالحماية المدنية للطلاب بدون إشراك الجيش الألماني. فحاليا مختلفين على هي المواضيع يعني عم يناقشوها في نقاش ساخن حول هذا الأمر، وخاصة انه في مخاوف يعني من انه يجروا الطلاب لمكان يعني هن ما لازم ينجروا له، وخاصة انه طلاب المدارس الابتدائية هون بألمانيا في عندهم مشاكل بالقراءة والكتابة، فمن الافضل انه يهتموا في موضوع القراءة والكتابة باللغة الألمانية قبل ما يتم جرهم لهيك موضوع. فهن لازالوا مختلفين بهذا الامر بانه رح يكون في دروس عسكرية مثل ما موجود ببلدان تانية باشراك ممثلين من الجيش الألماني، ولا هذا الشيء رح يقتصر على بعض الدروس يلي بيعطوها المدرسين أنفسهم. طبعا وزيرة التعليم العالي بتينا شتاك فاتسينغا مصرة بأنه المدارس لازم تلعب دور كبير، وخاصة في ظل التحديات والظروف الحالية فيما يتعلق بشكل عام بالأوبئة والحروب وحتى الكوارث الطبيعية. ننتقل لخبر آخر، تعرض مراهق عراقي، شاب عراقي صغير، طفل عراقي يبلغ من العمر 15 عاما للضرب والإهانة من قبل مجموعة من الألمان. كان الشاب متواجد في مدينة مايسن بمقاطعة زاكسن، وكان في مجموعة من مشجعي كرة القدم لنادي دينامو دريسدن، فهدول المجموعة يعني حاولوا يضايقوا للشاب ويهينوه عنصريا، فراح ركب الحافلة فلحقوه سبعة، بالتحديد في شاب واحد من ضمن هالمجموعة دفشوا للشاب العراقي الصغير. طبعا تعرض الشاب العراقي لجروح طفيفة وتدخلت الشرطة طبعا للبحث في القضية، لا تزال التحقيقات جارية والشرطة بتبحث عن مزيد من الشهود. ننتقل لخبر آخر، كان في رحلة بالقطار من مدينة شيرنبيك لمدينة ماغدبورغ، وخلال الرحلة طلع الكنترول لحتى يعمل تفتيش على التذاكر، ففجأة في امرأة عمرها 39 سنة من مالي ما كان في معها تذكرة وبلشت يعني تهاجم مضيفات القطار، فهاجمت تنتين من مضيفات القطار، وحدة سحبت لها النظارة يعني جرحتها بالوجه، وكمان لما دخلت الشرطة فعضت اليد اليمنى لضابط من الشرطة، وكمان صارت تضربهم يعني، في كمان أحد أفراد الشرطة عطته لكمة بالوجه، فقاومت الامرأة بشكل شديد يعني وأصابت أربعة أشخاص
بين مضيفات القطار وبين كمان عناصر الشرطة، فتم القبض على الامرأة يعني بالقوة وإنزالها من القطار لأنه ما كان في معها تذكرة، وكمان ما كان في معها إقامة، معها فقط تسامح منتهي الصلاحية منذ شهر فبراير، فتم اقتيادها يعني وأخذ بيانات الهوية. طبعا هي مقيمة بشكل غير شرعي بألمانيا، فتم توجيه عدة اتهامات لهي الامرأة، اتهامات تتعلق بالأذى الجسدي الخطير وتدمير الممتلكات وحتى كمان الإقامة غير المصرح بها بألمانيا. فتم توجيه حزمة من الاتهامات لهي الامرأة من مالي يلي تبلغ من العمر 39 عاما. كان معكم إلهام بوزان، تبقوا بخير وصحة وسلامة، تحياتي لكم جميعا وإلى اللقاء.